صباح الخير. صباح النور. الله يعليك. ياك ما مسخه معايا نهار انت كتصبحي عيانه ولا ما فيك ما تحركي حتى وليداتك ومول الدار حتى هو ما تيقدرش ما كيقدروا يديروا والو كيتلفوا. والله ليشان كثرت هاد هاد الايامات والله العظيم والله ليشان. ايوا شفتي لا يخليك ليهم ولا يخليهم لي. والله حتى ما تنسيش. نعم. كاين واحد الصباح. ما سمعتكش مزيان شنو قلتي؟ قلت لك الصباح ما كتبغيش تنوض كاين فيه واحد العيا. واش غادي ديري ماشي مشكل. واه بصح ضروري بصح بالسيف نوض مع الدراري بالقرايه والسيف. نجية مرحبا بك معنا كل مرة وكل مرة علينا. لا لا افتحي بس يعني هاد البنت الفران ما صوبته ولكن ما بغاش يدخل لي واش يمكن الكونيكسيون. ممكن تكون الكونيكسيون ماشي مشكل. واحد يعني هادي مصفحة انا مع الله والو. ما. طيب ماشي مشكل قولي لينا غير هاد البنية كي تتقديه ومن بعد غادي تتقديه. واخا حبيبتي عليك كيجي العنوان. حط لينا الصورة. واخا حبيبة. نعم. واخا مرحبا. عندنا بيضة. بيضة. عندنا 400 غرام دقيق. و 400 غرام ديال الدقيق. 100 غرام فينو. نعم. عندنا الملحه. والملحه. عندنا جوج معالق كبار سنيده. وجوج معالق كبار ديال السنيده. عندنا معلقه كبيره زبده. ومعلقه كبيره ديال الزبده. وعندنا خماره. وفاني. نعم. ومعلقه كبيره خميره الخبز. نعم. نعم. وعندنا الحليب الدافئ للعجين. نعم. هاد العناصر كامله كنعجنوها. كنعجنوها مزيان الا الزبده. نعم. كنديكوها مزيان. حتى تتقدر البواك. نعم شنو قلتي؟ يعني خاصها تدلك. خاصها تسدلك مزيان. من بعد كنضيفو لها الزبده. نعم. ونخليوها تخمر حتى تضاعف الحجم ديالها. حتى تضاعف الحجم ديالها نعم. نعاود كنديكوها مره اخرى. وكنفرشوها بالمدلك. نعم. وكنقطعها على شكل دوائر. نعم. وكنحطهم في اللاطه المدهونه بالزيت وكنخليهم يخمروا. نعم. هادو ما كنديرهم لا تقبل على فدوى فلوس لا والو كيجيو اي دوائر وصافي. نعم. كنخليهم يخمروا من بعد ما يخمروا لنا كندهنهم بالزبده مذوبه مع شويه على الزيت. وكندخلهم الفران كيجيو ناشفين وهشاش. نعم نعم تبارك الله عليك. والراحه. وكيجيو حامر لالا فدوى. نعم. نعم. الو السلام عليكم والصحه والراحه. يلا شكرا لك وتبارك الله عليك يا لاله يا لاله كتنورينا كيف ديما شكرا لك على الاطباق ديالك. لا لا اختك لا لا اختك.